عايزين نشوف دي في مشكلة فيها، عايزين نشوف الشرح. أنا إبراهيم محمد عبد الوهاب، مواليد محافظة الأديبية سنة 99، عندي 25 سنة، أنا خريج أكاديمية الفنون قسم ديكور، مهندس ديكور مسرحي، بشتغل في الميديا وحاجات زي كده برضه. بس أكتر حاجة بشتغل فيها وبحب أشتغلها إن أنا أعمل ستوب موشن، رسوم متحركة، عن طريق إن أنا بعمل مجسمات وشخصيات بنحتها وأحركها، تكون بالصلصال أو بأي مادة تانية مش مشكلة يعني. فأنا عندي أفكار كتير لأفلام أعملها ومسلسلات، ونفسي حاجات زي دي يعني تتذاع أو الناس تشوفها في رمضان إن شاء الله، الشهر الكريم يعني، حاجات كتير مناسبة للشهر يعني. وعامل فيديوهات أفلام، كاتب أفلام صامتة، بس كل حاجة تقريبا تقف معايا على إيه يعني، على التسويق أو الإنتاج لو الحاجة بتبقى ضخمة يعني. أنا عندي جزء من شقتي أعمله استوديو وببدأ أشتغل فيه، وزوجتي بتساعدني برضه في الشغل ده، هي طبعا ليها فضل كبير معايا في الشغل اللي بعمله، بتساعدني طبعا بمثابة مساعد مخرج ليا يعني. وأكتر ناس دعموني في الموضوع ده طبعا أهلي من وأنا صغير، هم اللي ناموا فيها الموضوع ده، ووالدي طبعا بيشجعني جدا وإخواتي. الحمد لله أنا وصلت لمرحلة إن أنا أقدر دلوقتي أعمل فيلم لوحدي يعني، أشتغل على فيلم كامل، تصوير وإضاءات ومونتاج وحاجات زي كده، كله ده لوحدي. طبعا بستخدم خامات من البيئة، يعني أي حاجة عموما مش لازم حاجة معينة يعني. مثلا ممكن وأنا ماشي ألاقي حاجة تلفت انتباهي إن هي تبقى في مشهد معين، أو أنا كنت مصمم حاجة ليها علاقة بالشكل اللي قدامي ده، فباخدها بستغلها أو أعدل فيها على حسب ما أنا يتراءى يعني في المشهد يعني. أنا بعمل مجسمات يعني زي مدينة إنتاج كده صغيرة، زي مثلا كأني شركة زي ديزني مثلا كده، بس على صغير يعني. عندي بقى بعمل لكل مشهد حاجته يعني، مثلا ممكن أبقى عامل مدينة كاملة عشان مشهد معين، وممكن أبقى عامل مشهد تاني في جزء بسيط جدا، ديكوره يبقى بسيط جدا وصغير جدا. أنا إن شاء الله الفترة اللي فاتت دي كنت بشتغل على فيلم قصير صامت، هو بيتكلم عن مساوئ الحروب وبتاع، ناوي طبعا ان شاء الله اقدمه في مسابقه اوسكار العالميه، نفسي جدا ان انا اكسب المسابقه ديت يعني، ويبقى اول مصري خد المسابقه دي في فيلم رسوم متحركه يعني. هو بالنسبه لي مش فكره ان انا انتج حاجه مش تكون بتعلم قيمه حتى لو تكلفتها بسيطه، فاهم حاجه تطلع بجوده كويسه طبعا دي حاجه اساسيه، ولكن لازم تكون بتعلم قيمة ويكون لها هدف جميل ونبيل.